كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال، فلما قتل عمر أدبر فلم يزل في إدبار. لن يطول الظلام الظليل، لا لن يطام، نحن جيل همام، نحن فينا عمر. صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر، هذا عمر هذا عمر. كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر، كي تستفيد من العبر، هذا عمر هذا عمر. قف يا زمن، قف يا زمن، قف يا زمن، اسمع يا دهر، سجل يا تاريخ، هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر هذا عمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، المجتمع المكي كان أغلبه أميا لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، وكان عمر رضي الله عنه واحدا من المكيين القلائل الذين قرأوا وكتبوا في مجتمعه الأمي، وهذا دليل على شغفه بالعلم منذ صغره وسعيه ليكون واحدا من القلة القليلة الذين محوا أميتهم في عصر الرسالة وهذبوا أنفسهم وتبوأوا هذه المكانة المرموقة. ثم إن الرافد القوي الذي أثر في شخصية عمر وصقل مواهبه وفجر طاقاته ومصاحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم على يديه في مدرسة النبوة، ذلك أن عمر لازم الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة بعد إسلامه كما لازمه كذلك في المدينة المنورة، وقد كان لا يفوته علم من قرآن أو سنة أو أمر أو حدث أو توجيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى أني لا أرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. لقد حرص عمر منذ أسلم على حفظ القرآن الكريم وفهمه وتأمله، وظل ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام يتلقى عنه ما أنزل عليه حتى تم له حفظ جميع آياته وسوره، وقد أقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه، وحرص عمر على الرواية التي أقرأه بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لعمر أحيانا شرف السبق إلى سماع بعض آياته فور نزولها. نعم، لقد تتلمذ عمر رضي الله عنه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلم منه القرآن الكريم والسنة النبوية والتربية وتزكية النفوس. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن علم عمر وفقهه أنه كان يقدم أهل القرآن، فعلامة الصدق والإيمان كثرة قراءة القرآن، وعلامة القبول تدبر القرآن، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال عمر رضي الله عنه لأحد ولاته على مكة وقد ترك مكة ولقيه في الطريق، قال له: كيف تركت مكة وأتيتني؟ قال: وليت عليها فلانا يا أمير المؤمنين.
قال عمر: ومن هو ذا؟ قال: مولى لنا وعبد من عبيدنا. قال عمر: ثكلتك أمك تولي على مكة مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فدمعت عينا عمر وقال: صدق رسول الله، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقد حرص عمر على التبحر في الهدي النبوي الكريم في غزواته وسلمه، وأصبح لعمر رضي الله عنه علم واسع ومعرفة غزيرة بالسنة النبوية المطهرة التي أثرت في شخصية عمر وفقهه. ولازم عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستمع منه وتلقى عنه، وكان إذا جلس في مجلس النبوة لم يترك المجلس حتى ينفض. كما كان عمر حريصا على أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن كل ما تجيش به نفسه، وقد خصه الرسول عليه الصلاة والسلام برعايته وشمله بتسديده. ولقد شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم، كما أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى أني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: العلم. العلم فهو صاحب علم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع وكونهما سببا للصلاح، فاللبن غذاء للبدن والعلم غذاء معنوي. ولا شك في أن هذا الحديث فيه فضيلة ومنقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن الرؤيا من شأنها أن لا تحمل على ظاهرها. قال ابن حجر: والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العلم المبارك أورثه دينا عظيما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قميص طويل. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين، فدين عمر تمكن من النفس وظهر أثره على الجوارح من التزام أحكامه والوقوف عند حدوده. وعلم عمر رضي الله عنه علم نظري استنباطي وإلهامي، فهو محدث ملهم من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة بسبب إخلاصه وإنابته لله عز وجل. في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه كان قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر ابن الخطاب. ومحدثون جمع محدث أي ملهم، وهو الذي ينطق لسانه بالحكمة ويجري الصواب على لسانه أو يخطر بباله الشيء فيكون بفضل من الله تعالى وتوفيقه. وهذا العلم والمعرفة لا يمكن تأتيها إلا لمن كان راسخ القدم في التزود بما يعينه على فهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسبيله في ذلك التعمق في فهم اللغة وآدابها، والتمرس في معرفة أساليبها، والتزود في كل ما يساعد على فهمها من معارف خبرات. وكذلك كان عمر رضي الله عنه، وقد ورث ابنه عبد الله العلم كأبيه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، يقول ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت، المجلس فيه كبار القوم، فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي بعد انتهاء المجلس. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. سبحان الله. عن الشعبي قال: سمعت قبيصة بن جابر يقول: صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما رأيت أقرأ لكتاب الله ولا أفقه في دين الله ولا أحسن مدارسة من عمر. ويقول عبد الله المسعود: لو أن علم عمر وضع في كفة، في كفة الميزان، ووضع علم الأرض في كفة، لرجح علم عمر. وإني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم، تسعة أعشار العلم عند عمر. من يقول هذا الكلام؟ هذا الكلام يقول عبد الله المسعود العالم الفقيه يزكي علم الفاروق مع اختلافه معه في بعض المسائل الفقهية. يقول مسعود رضي الله عنه: لقد اختلفت مع عمر رضي الله عنه في مسائل تربو على مئة مسألة. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل أنقص هذا من حب عمر عند ابن مسعود أو العكس؟ لا والله، والشواهد تشهد بذلك. يقبل ابن مسعود يوما على عمر رضي الله عنه وجالس، فلما رآه عمر هش له وبش وقال: كنيف ملئ علما وفقها. هكذا كانت نظرة عمر رضي الله عنه لأخيه ابن مسعود، نظرة تجردت عن الهوى والشهوة، فالحق مقصدها والصدق غايتها. فما نظرة ابن مسعود لعمر الذي اختلف معه فيما يربو على مئة مسألة؟ اسمع أخي الكريم، يأتي إلى ابن مسعود اثنان بعد وفاة عمر، أحدهما قد قرأ القرآن على عمر والآخر على صحابي آخر. فيقول ابن مسعود الأول: من أقرأك القرآن؟ فقال: أقرأنيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا بابن مسعود يجهش بالبكاء حتى ابتلت الحصى بدموعه، وقال له: اقرأ كما أقرأك عمر، فإنه كان للإسلام حصنا حصينا يدخل فيه الناس ولا يخرجون، فلما أصيب عمر انثلم الحصن. يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه. إن المطالعة لسيرة الفاروق عمر رضي الله عنه خلال خلافته نجده اهتم بالعلم، وجعل المدينة المنورة دارا للفتوى والفقه، ومدرسة تخرج منها العلماء والدعاة والولاة والقضاة. وقد كان الأثر العمري بينا في مدارس الأمصار كالمدرسة المكية والمدنية والبصرية والكوفية والشامية والمصرية. فقد اهتم الفاروق بالكوادر العلمية المتخصصة وبعثها إلى الأمصار، وأرشد القادة والأمراء مع توسع حركة الفتوحات إلى إقامة المساجد في الأقاليم المفتوحة. وقد وصل عدد المساجد التي تقام فيها الجمعة في دولة عمر إلى 12,000 مسجد، لتكون مراكز للدعوة والتعليم والتربية ونشر الحضارة الإسلامية. ومن خلالها تحرك علماء الصحابة لتعليم الشعوب الجديدة التي دخلت في الإسلام طواعية بدون ضغط أو إكراه. نستودعكم الله
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر.